بهدف التعريف بأهمية محصول الفستق الحلبي، أقامت مديرية الثقافة بإدلب بالتعاون مع مديرية الثقافة في حما ومديريتي الزراعة في إدلب وحما مهرجان قطاف الفستق الحلبي تراث لا مادي. وقد شارك الحضور في قطاف وجمع المحصول ببلدة قمحانة في البستان الحائز على جائزة بطل الإنتاج على مستوى محافظة حما. مهرجان قطاف الفستق الحلبي بيأتي ضمن استراتيجية وزارة الثقافة وأهدافها. في عنا برنامج لحماية وصون التراث الثقافي اللامادي والترويج له. هدفنا من المهرجان هو توثيق عملية والطقوس المرافقة لقطاف الفستق الحلبي وتوثيقه والترويج له بهدف زيادة الإنتاج والمساحات المزروعة، كونه هو مورد ودخل اقتصادي كتير مهم. طبعا بتنبع أهمية المحصول وأهمية الشجرة، كون شجرة عريقة تراثية غائرة بالزمن بزراعتها بداية من أصول البري والأصول وحاليا الزراعة المتطورة. طبعا هي موجودة في البيئة بالأصل ولكن تطورت زراعتها، ولذلك هي إلى بعد اجتماعي، بعد تراثي، بعد تاريخي ضمن تراث البلد. وفي مدينة خان شيخون تم افتتاح معرض لأصناف الفستق الحلبي وبعض الصناعات التي يدخل فيها الفستق الحلبي، إضافة لمنتجات المرأة الريفية ومستلزمات الإنتاج، ومعرض تصوير ضوئي توثيقي لأشجار وكروم الفستق الحلبي. طبعا الفعالية بعنوان قطاف الفستق الحلبي تراث لا مادي، تضمنت الفعالية زيارة لأحد الحقول في قرية قمحانة للمشاركة في القطاف والاطلاع على الطقوس المرافقة للقطاف. بالإضافة لهيك كان في عنا معرض للمواد الغذائية لأصناف الفستق الحلبي، والهدف الأساسي من هذه الفعالية أنه نحن نحاول ندرج قطاف الفستق الحلبي على لائحة التراث الإنساني. قطاف الفستق الحلبي هو رمز لزراعة ولمواسم من العطاء. طبعا هذه المواسم من العطاء هي مترافقة مع مجموعة كبيرة من العادات والتقاليد التي تفرضها هذه الزراعة. تضمن المعرض الصناعات الغذائية اللي بيدخل فيها الفستق الحلبي، إضافة للأصناف بمختلف أنواعها ومراحل انت القلب الفستق الحلبي، شو بيدخل بالصناعات ثلاث مراحل، مثلا بوظة أو زهري أو أحمر، هذا بيدخل بالصناعات الغذائية إضافة للأصناف المزروعة بالمنطقة. ويستمر المهرجان لمدة 3 أيام، يتم من خلالها إقامة ندوات فكرية تعريفية بالفستق الحلبي وعرض أفلام وثائقية ومسرحية عرس البساتين ومشهدية من مسرح خيال الظل والعديد من الفعاليات الثقافية. حسام الشاب، الإخبارية السورية، ريف محافظة إدلب.